مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، التقدم مستحق ومنطقي في الشوط الاول للنادي الاهلي. دي حقيقه 2-0 وكان ممكن النتيجه تبقى 3. يعني هو المفاجاه ان نادي الاتحاد ملوش وجود خالص في الشوط ده. تحس ان النادي الاهلي مفيش منافس قدامه. بيرسي تاول المباراه الثانيه على التوالي بيحرز هدف، بغض النظر بقى عن نوعيه الهدف، لكن زي ما بقول لك دايما ايمن، احراز الهدف بالنسبه للمهاجم هو كله حياته، الواجب بتاعه. الواجب بتاعه هو كمان الضغوطات بتشال من عليه بيزداد ثقه وكده. لكن هي مباراه كنا نتخيلها صعبه. كله كان بيتكلم على كده، اسامه وعادل وبلال وانا كمان وانت، حتى حسينا ان المباراه تبقى صعبه النهارده. لكن نفس المباراه السابقه برضه نادي الاتحاد انا مش شايف اي تقفيل خالص من نص الملعب. المساحات موجوده، لعيبه النادي الاهلي بيتحركوا بحريه تامه. الهدف اللي احرزه بيرسي تاو بدري ده اعتقد سهل الامور تماما. الهدف الثاني بتاع ياسر ابراهيم ارتقاء ممتاز وهدف حلو بالنسبه لياسر. طبعا يعني الشناوي خلى المباراه زي ما هي، انك لو خرجت 2-1 غير 2-0. 2-0 اكيد امور احسن بكتير، 2-1 هتبقى تخش برضه في 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 اجواء المباراه تخش وخصوصا يعني واتحاد بعيد كان هيبقى 2-1، لكن 2-0 تبقى منطقيه جدا للشوط الاول. صحيح. كابتن اسامه، اداء جيد من النادي الاهلي الشوط الاول، وزي سيناريو ماتش المحله كان هدف مبكر سهل الامور على النادي الاهلي. زي ما احنا توقعنا بالظبط، الضغط هيبقى من بدري من النادي الاهلي، وفعلا ده اللي عمله. بدايه سريعه جدا وفي ضغط شديد، والاتحاد متحفظ في نص ملعبه، ولكن متحفظ بعدد لكنه مش مقفل مساحات الملعب كويس. فالاهلي مسيطر ومستحوذ وعلى طول في نص ملعب الاتحاد، وجبنا جون بدري جدا لبيرسي تاو، وتابع في الكوره اللي كان مفروض احمد عبد القادر يتصرف فيها افضل، بس ربنا سهل وبيرسي تاو تابع وقدر يجيب الهدف الاولاني. وبرده استمرت السيطره، الاتحاد برده متحفظ بيلعب لقدام على استحياء. الجبهه اليمين مش شايف فيها اي خطوره، يمكن نسبيا عند الناحيه بتاعت احمد عادل ميسي فيها حركه شويه، لكن جه الهدف الثاني حلو قوي من ياسر بعد عرضيه علي معلول. يعني الاهلي استغل الفرص، صحيح النادي الاهلي مستحوذ ومسيطر لكن ما فيش فرص كتير، لكنه استغل الفرص احسن استغلال. يعني كان الاهلي مثلا فرصتين او ثلاثه هو جاب منهم الجونين، لكنه مستحوذ ومسيطر. الاتحاد طبعا اضاعه ضربه الجزاء ديت فرقت كتير قوي، فرق كبير جدا من 2-0 ل 2-1. فان شاء الله النادي الاهلي يقدر يضيف اهداف تاني، لانه الاتحاد ما بقاش عنده حاجه يعملها لغير انه يجازف ويهاجم. اعتقد هتبقى في مساحات، ولما كمان هيحصل تعديلات وتغييرات في الشوط الثاني اعتقد هتبقى في فرصه للناس اللي هتنزل انها ممكن تساعد انها تضيف اهداف الثالث واكتر كمان ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل، التفوق واضح للنادي الاهلي الشوط الاول، ويبقى دائما وسط الملعب هو كلمه السر في تفوق النادي الاهلي. اكيد طبعا، والكلمه السر في النادي الاهلي في الفتره دي الهدف المبكر. صح. الفرص الغير ضائعه، ودي حاجه مهمه جدا بتخلي الفرق الثانيه تروح للبلان بي بتاعها، ما بتعرفش، بتفتح لك الملعب، بتعرف تجيب الجون الثاني. بس المشكله في انك انت ازاي تحافظ على مرماك. انت جاء البنالتي، يعني انا شايف ان هو في تهور شويه من اللاعب ياسر، كان عنده تهور شويه. يجب انك انت كسبان 2-0 لازم جوه ال 18 تخلي حته التاكلم في اخر لحظه، حته تدوس على الرجل دي في اخر حاجه. ولكن في اخر الامر انت نص الملعب زي ما انت قلت يا كابتن ايمن، انت اللي بتعمل الضغط. الحاجه المهمه انك انت بتضيق مساحات الملعب، بمعنى انك انت السرد باكات محمد عبد المنعم وياسر ما بيقعدوش على ال 18، وبيرسي تاو بيبعت 18 الثاني بالعكس، هما بيطلعوا على نص الملعب فبتضيق المساحات فبتاخد الكره الثانيه. عشان كده نص الملعب في النادي الاهلي الافضل والاحسن وهو اللي باين اكتر. ولكن في نقطه مهمه النادي الاهلي لازم يعملها الشوط الثاني، اهم ما في الموضوع انك تنزل مصمم على الهدف الثالث. ليه؟ او عملت الحته الهجوميه، انت اول ما بيروحوا للبلان الثاني اي فرقه بتلعب النادي الاهلي لما بيلاقيك انت مصمم خلاص هو بيقول خليني على المباراه اللي بعديها. فاتمنى ان يحصل كده. كابتن بلال، يمكن دايما كنت بتتكلم على الايجابيه في استغلال الفرص. صحيح. زي ما قلنا في حاجتين ايجابيتين، وسط الملعب كلمه السر في تفوق النادي الاهلي على جميع الانديه في المباريات اللي هو بيبقى النادي الاهلي هو اللي فارق عن الفرقه اللي قدامه.
تاني حاجه وهي الاهم، استغلال الفرص اللي بتجيلك مبكره. حقيقي بص الاسلوب اللعب من المباراه اللي فاتت الحقيقه عجبني جدا، يعني انك بتضغط من قدام الاثنين الثلاثه اللي موجودين في الخط في الخط الامامي بالاضافه الى بيرسي تاو، الاربعه دول بيضغطوا بشكل كبير جدا على دفاعات الخصوم. طرق اللعب كمان بتساعدنا بتاعت الفرقه الثانيه. النهارده الاتحاد عايز يبني بالعرض، تمام؟ احنا غير مؤهلين على الاطلاق في مصر اي فرقه ان هي تشتغل، يعني تحضر تحضير عرضي، صعب صعب جدا جدا. كواليتي اللعيبه لا تسمح بالكلام ده، امكانياتهم وقدراتهم العقليه لا تسمح بالكلام ده. انت بتتكلم يعني لعيبه يعني الكلام ده محتاج تدريبات كتيره جدا عشان تبتدي تعمل الحته دي، لكن انت قدرت تستغل الاخطاء بتاعه الفرقه دي، ودي حاجه ودي الحاجه صحيح. المميزه والايجابيه في لعيبه النادي الاهلي المباراه دي والمباراه اللي فاتت. المباراه بتضغط، بتستحوذ، بتنقل بسرعه جدا، بتسجل اهداف. النهارده نفس الموضوع، بيضغط بيرسيتاو، عبد القادر بيرقص وبيراوغ بيلعبها، بتروح لبيرسيتاو بيسجل هدف. كرات عرضيه اصبحنا مميزين برضو في الكرات الثابته، الكرات العرضيه يعني حتى لما بتسجلش بتقدر برضو يعني تشتغل وتروح وتحاول اكتر من مره على الجول. الاهلي الحقيقه مميز جدا جدا في الماتش ده، انا ما شفتش الاتحاد الحقيقه، يعني ما شفتوش حتى ركله الجزاء يعني بطبيعه الحال ما كانتش فيها خطوره، يعني كروس بتعمل او كره بتتلعب تطلع بره ال 18، هو احتكاك من ياسر ابراهيم بعد ما الكره اتلعبت يعني تسبب في ركله الجزاء. الشناوي زي ما قالوا الكباتن ان هو يعني خلى المباراه زي ما هي 2-0 لصالح النادي الاهلي. الاهلي ممكن الشوط الثاني رتم الاداء يقل شويه، المباراه اللي فاتت برضه رتم الاداء الشوط الثاني قل شويه، لكن كون انك تطلع كسبان 2-0 ده هيساعدك كتير جدا جدا وهيفتح لك مساحات داخل الملعب. عندك تغييرات تقدر تستغلها الشوط الثاني بشكل مميز، يعني انت ممكن تنزل يعني بعد 20 دقيقه يبتدي مستر كولر يدور على ان هو يعمل يعني تغيير، يعمل نشاط، اعاده نشاط للفرقه مره ثانيه، لان بطبيعه الحال مش هتقدر تضغط طول ال 90 دقيقه بنفس اللعيبه اللي موجوده، فاكيد في الخط لما زي ما تعودنا انه دايما بيبتدي يغير راس الحربه بيرسيتاو، يبتدي يدور على احمد عبد القادر، برونو سافيو، ممكن كريم فؤاد، ممكن الاربعه دول يتغيروا لو ما حصلش يعني مشكله في الحته الدفاعيه، يعني لو لعيب اتصاب، لعيب قل مجهوده، هو دي التغييرات اللي تعودناها من مستر كولر، هو ممكن تكون بره الصندوق وبره الفكر الطبيعي بتاع كره القدم انك تبقى كسبان اثنين وتغير في الحته اللي قدام، لكن هو دايما بيشتغل كده، في غزل المحله برضه عمل الحته دي في معظم المباريات اللي بيبقى كسبانها، بيحاول ان هو يغير في الحته اللي قدام عشان يدي نشاط، عشان يلاقي ناس يشتغل عليها، يعني النهارده انا ممكن اغير في الحته الدفاعيه، ماشي، طب واللي قدام؟ لما تيجي الكوره هل هو عنده النشاط انه يقدر يكمل ويشتغل؟ دي بتبقى فكر متغير من مدير فني لمدير فني. الاتحاد هيفتح الماتش الشوط الثاني اكتر من كده. هو فتح الماتش كمان، هو اوريدي فتح الجيم، خد بالك 2-0. ما انت بص الفرق اللي بتلعب بتحضير بالطريقه بالاسلوب ده ان هو بيعمل بيلد اب للهجمه قدام الانديه الكبيره بتبقى من السهل جدا اختراقها، ومن السهل جدا تسجل فيه اهداف، زي ما شفنا الماتش اللي فات وشفنا الماتش ده. اللعيبه غير مؤهله في مصر ان هي تشتغل بالطريقه دي. مزبوط. يعني انت احنا متعودين انك بتيجي قدام الاهلي والزمالك تعمل بلوك، تمام، وتشتغل على الكرات الطوليه وتبتدي يعني تحارب في الكرات العاليه. صحيح. وتدور على السكند بول بعد كده، لكن كون انك تفتح الجيم كده قدام فرقه زي النادي الاهلي بمعدلات التهديف دي بالضغط اللي بيعمله النادي الاهلي، اعتقد الاتحاد صعب. هو اعتقد هيدور على البلان الثاني وممكن يبدا تغييرات من الشوط الثاني، ممكن ينزل مبالولو، ممكن ينزل سعيد وسومبري يظبط نص الملعب. اعتقد النادي الاتحاد ممكن يعمل تغيير او تغييرين من بدايه الشوط الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لزياده حصيله المكسب او زياده حصيله الاهداف والمحافظة على تصدره لقمة الدوري منفردا إن شاء الله. فاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، انتظرونا.